السلام عليكم ورحمة الله. إذن مرحبا بكم في حل معادلة من الدرجة الثانية. إذن الحل لهذه المعادلة فما غنستعملوش مميز المعادلة، فهذه المعادلة هذه هي موجهة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذن غنحاول نقلبو على التعميل. إذن شنو عندنا؟ حنا عندنا واحد الحد فيه جذر 3 إكس ناقص جذر 2 لكل أو كاري. إذن عندنا هذا الحد الاول غنحاول نكتبو على شكل عوامل. باش نكتبو على شكل عوامل ممكن نحاول نطبق المستبقه الهامه ديال ا مربع ناقص ب مربع، يعني نحاول نكتب هذا التعبير هذا على شكل ا مربع ناقص ب مربع، واللي كتساوي ا ناقص ب عامل ا زائد ب. اذا شنو عندنا؟ عندنا 3 اكس مربع، 3 هي جذر 3 أس 2 إكس مربع، أي هي جذر 3 إكس الكل أس 2، وجوج راه يمكن لي نرجحها على شكل جذر 2 أس 2. إذن هذه المعادلة تكافئ ماذا؟ تكافئ جذر 3 إكس الكل أس 2 ناقص جذر 2 أس 2، والتعبير الآخر غادي نخليه كما هو جذر 3 اكس ناقص جذر 2 الكل اس 2. اذا دابا لقينا واحد المتطابقه هامه على شكل ا مربع ناقص ب مربع، اذا غادي نكتبها على هذا الشكل هذا. اذا المعادله تكافئ جذر 3 اكس ناقص جذر 2 عامل، اذا ا ناقص ب عامل جذر 3 اكس زائد جذر 2 زائد هاد جذر 3 اكس ناقص جذر 2 لكل اس 2. يمكن لي نكتبها على شكل جذر 3 اكس ناقص جذر 2 مضروبه في جذر 3 اكس ناقص جذر 2 تساوي صفر، لان مربع عدد هو العدد في نفسه، اكس مربع هي اكس في اكس. اذا دابا عندنا واحد العامل مشترك، اذا غادي نعملو بالعامل المشترك جذر 3 اكس ناقص جذر 2. اذا في الحد الاول غادي يبقى لينا جذر 3 اكس زائد جذر 2 زائد، وفي الحد الثاني غيبقى لينا جذر 3 اكس ناقص جذر 2 تساوي صفر. اذا نحاولوا نبسطوا التعبير. اذا جذر 3 اكس ناقص جذر 2، اذا شنو عندنا؟ جذر 2 ناقص جذر 2 كتعطينا صفر، كيبقى لنا جذر 3 اكس زائد جذر 3 اكس. اذا جذر 3 زائد جذر 3 هي 2 جذر 3، اذا هي 2 جذر 3 اكس تساوي صفر. اذا جداء عددين كيساوي لنا صفر، اذا واحد فيهم كيساوي صفر، يعني 2 جذر 3 اكس كتساوي صفر، او جذر 3 اكس ناقص جذر 2 كتساوي صفر. هنا عندنا كذلك جداء عدد في اكس، ولكن 2 جذر 3 كتخالف الصفر، اذا اكس كتساوي صفر، او جذر 3 اكس، اذا جذر 3 اكس تساوي ماذا؟ كندي ناقص جذر 2 للطرف الثاني كترجع زائد جذر 2. اذا اكس كتساوي صفر، او اكس كتساوي جذر 2 على جذر 3. هنا ممكن هاد المقام نرجعو عدد صحيح. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب في المرافق ديال جذر 3 اللي هو جذر 3، اذا غنضربو في جذر 3 البسط والمقام. اذا شنو غتعطينا؟ غتعطينا جذر 2 في جذر 3 هي جذر 6، وجذر 3 في جذر 3 هي جذر 3 اس 2، اي هي 3، او اكس تساوي صفر. اذا المعادله تقبل حلان، اذا الصفر هو جذر 6 على 3،
هما حل هذه المعادلة.